وقعت كل من إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية لتزويد الاتحاد بالغاز الطبيعي ضمن خطة أوروبية للانفكاك عن الغاز الطبيعي الروسي. وبحسب بيان لوزارة الطاقة الإسرائيلية فإن مدة اتفاقية الغاز مع الاتحاد الأوروبي تستمر 3 سنوات مع تمديد تلقائي لعامين آخرين. بعد مساع حثيثة بذلها الاتحاد الأوروبي للانعتاق عن الحاجة المتزايدة إلى إمدادات الطاقة الروسية، وجد البديل وأعلن عنه في حفل أقيم في القاهرة. توقع كل من إسرائيل ومصر وبروكسل اتفاقية لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي القادم من تل أبيب عبر مصر. وبحسب بيان لوزارة الطاقة الإسرائيلية فإن مدة اتفاقية الغاز مع الاتحاد ستستمر 3 سنوات مع تمديد تلقائي لعامين آخرين، خطوة تجري للمرة الأولى في التاريخ. هكذا عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت عن الاتفاقية التي ستساعد في حل أزمة الطاقة الأوروبية والتي طفت على السطح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، كما قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين حرار، وهو ما سيدخل المنطقة في مسار جديد من الشراكة والاستقرار على حد قولها. ومن جانبها رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بتوقيع الاتفاق الذي وصفته بالتاريخي، وبأنه فرصة لأمن الطاقة وللتعاون الإقليمي والحفاظ على السلام في المنطقة على حد تعبيرها. نجاح الاتحاد الأوروبي في تأمين مصادر بديلة عن الغاز الروسي والإفلات من التبعية لموسكو قد تنجح أيضا في تدشين مساعي البحث عن مصادر أخرى للغذاء وتخليص العالم من الأزمة التي تلوح في الأفق، لكنه قد يخلق أزمة من نوع آخر بين موسكو وتل أبيب بعد تجرؤ الأخيرة على تعويض الغاز الروسي إلى أوروبا، ساحتها المتوقعة سوريا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا ناصر زهير رئيس القسم السياسي في مركز جنيف معنا من برلين. مساء الخير أستاذ ناصر. مساء النور، تحياتي للجميع. ختم التقرير بأن هذه الاتفاقية قد تخلق أزمة بين إسرائيل وروسيا وقد تكون سوريا ساحة لذلك، كيف تقرأ هذا الموضوع؟ يعني نعم، هذا الاحتمال واضح، أو دعني أقول بأنه واقع نوعا ما في ظل الظروف الحالية، لأن الخلافات الإسرائيلية الروسية أصبحت كبيرة في هذا الإطار. إسرائيل لا تستطيع تعويض الغاز الروسي، روسيا تصدر إلى الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب، بينما كل إنتاج إسرائيل هو حوالي 30 مليار متر مكعب أو 35 مليار متر مكعب. ولكن أن تتجرأ إسرائيل في هذه المرحلة وأن تقوم بهذه الاتفاقية يعتبر نوعا ما هو ضربة لروسيا بشكل أو بآخر. هل سينعكس هذا على سوريا؟ أعتقد نعم، ولكن بشكل محدود. يعني في ظل كل التماس الذي كان بين إسرائيل وبين روسيا كان دائما هناك خطوط حمراء لا يتم المساس بها، بمعنى التواجد الإيراني في سوريا بشكل كبير، العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، كل هذا لم يحدث. حتى قبل أيام عندما حدث القصف الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق، وهو سابقا أن يكون هناك هجوم على مطار دمشق الدولي في هذا الحجم أو هذا الدمار، أيضا لم يكن هناك رد فعل بالنسبة لروسيا. ولذلك سيكون هناك تأثير، ولكن ليس بالتأثير الكبير أو التأثير الذي يمكن أن نعتبره مفصلي في هذا الإطار. يعني إذا لا تتوقع أن تتأثر عمليات القصف المتكررة التي تقوم بها إسرائيل لمواقع إيرانية في سوريا، إذا ما ردة الفعل الروسية المحتملة؟ بالنسبة لعمليات القصف هي دعني أقول يعني محدود في إطار متفق عليه بين روسيا وإسرائيل بشكل أو بآخر، أو يمكن أن نقول بأن روسيا لا تريد أن تتدخل في هذه الآلية. يمكن أن يكون هناك استخدام مثلا لمنظومة الـ300 الموجودة لدى سوريا، ولكن هذا الأمر سيكون بقرار داخلي وليس قرار من قبل روسيا، لأن روسيا إذا أرادت استخدام هذا القرار ستستخدم الـS-400. يمكن أن يكون الرد الروسي بتفريغ الجنوب السوري نوعا ما، افساح المجال للميليشيات الإيرانية بالتواجد على الحدود المباشرة بشكل أو بآخر، التلويح بزيادة تواجد حزب الله في هذه المنطقة. هذا قد يزعج إسرائيل بشكل أو بآخر، ولكن أن نقول أن هناك انعطافة مفصلية في الأمر، الأمر صعب أعتقد، لأن لا إسرائيل تجرؤ على أن يكون هناك دعني أقول تخطي لبعض الخطوط الحمر، ولا روسيا أيضا يمكن أن
تكون وأن تذهب نحو أيضا صدام آخر، ولكن إذا أردت الصدام سيكون أمريكي روسي أو غربي روسي سميه ما شئ، لأنه الآن سوريا وليبيا سيكونون ساحة معركة. حتى لو انتهينا من أوكرانيا لا الولايات المتحدة ستترك روسيا بهذا السلام أو بهذا دعني أقول الأمن لقواتها في سوريا أو مشاريعها في سوريا، ولا روسيا ستترك الولايات المتحدة وحلفائها في شرق الفرات. وبالتالي كل طرف يريد أن يحقق انتصار داخلي أو انتصار في وجهة النظر الموجودة داخليا، ولكن ما بين إسرائيل وروسيا أعتقد بأنه الأمر سيكون محدود. تتوقع إذن يعني مزيد من التصعيد أو المواجهة بين روسيا والغرب عموما؟ هل سيكون هناك انعكاسات أخرى على المنطقة بعد هذا الاتفاق؟ أعتقد نعم، يعني الآن المعركة أصبحت معركة كسر عظم، بمعنى أنه حتى لو تم توصلنا إلى اتفاق الآن في روسيا في أوكرانيا سينتقل الصراع إلى أماكن أخرى. لديك روسيا فنلندا والسويد، لديك ليبيا والصراع أيضا في الشرق المتوسط أو في الشرق الأوسط، وأيضا سوريا هي المحور الأساسي، لأنه كل الأطراف الآن ستحاول أن تحجم نفوذ الطرف الآخر. يعني روسيا بصورة أو بأخرى هي تقول بأنها انتصرت في سوريا، والولايات المتحدة تقول أيضا بأنها حققت أهدافها بسوريا، بأنها بنت كيان في شرق الفرات. أتت العملية العسكرية التركية الآن يعني بمعنى بشكل أو بآخر لتخلط الأوراق، من سيكون بجانب من وكيف سيكون الأمر ومن سيزعج أو سيبدأ بإزعاج الآخر، يعني إلا إذا قرروا تأجيل هذه المواجهة. ولكن هذه المواجهة قائمة أو قادمة لا محالة. في ليبيا وسوريا أعتقد هذين الملفين مرشحين للتصعيد، لكن الآن لدينا أوكرانيا وإيران، يعني هم من يؤخرون مثل هذه المواجهة. يعني قبل أن نختم أريد أن أسألك حول موضوع الطاقة، لأن هذا يعني الاتفاق يتعلق بالغاز. إلى أي درجة أوروبا تتجه باتجاه حل معضلة الطاقة على أثر نقص الإمدادات من روسيا، وما هو متوقع في حال قطع هذه الإمدادات حتى من الطاقة عموما عن أوروبا؟ روسيا دعنا نقول روسيا لن تقوم بعملية قطع كاملة، لأن روسيا حذرة نوعا ما في أن لا تذهب إلى أقصى التصعيد. الاتحاد الأوروبي الآن يحاول أن يعوض إمدادات غاز روسيا، ولكن المشكلة بأن الاتحاد الأوروبي منذ دعني أقول 10 سنوات أو 20 عام هو يعتمد بشكل كامل على الغاز الروسي، بالتالي الآن تعويضه بشكل كامل وسريع هو أمر صعب، سيحتاج إلى وقت. هذا الوقت سيكون عبر اتفاقيات في الشرق المتوسط، ولكن هذه الاتفاقيات تحتاج إلى سنوات قادمة. سيكون أيضا عبر الغاز القطري أو شراء جزء من الغاز القطري، ولكن هذا أيضا سيتطلب تكلفة وسيتطلب أيضا مزيد من الوقت بالنسبة للأوروبيين. حتى بايدن عندما أتى إلى الاتحاد الأوروبي مع اتفاقياته ومع اتفاقية تاريخية التي وصفها أتى ب 15 مليار متر مكعب، بالتالي لا يمكن الاستغناء عن الغاز الروسي، ولكن يمكن تخفيف الاعتماد، أن يخفف من 40% أو 45% مثلا إلى حوالي 20%. هنا يمكن للطرفين أن يناوروا في هذه المرحلة. إذا ما تم قطع الغاز الروسي بالكامل هنا ستكون أوروبا أمام أزمة طاقة كبيرة لا يمكن حلها بشكل سريع، وبالتالي سيكون لدينا ارتدادات كبيرة جدا. ولكن لا أعتقد بأننا ذاهبين إلى هذا السيناريو، نحن في سيناريو مواجهة، ولكن أكثر من ذلك لن يذهب الطرفين. ولكن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يعوض واردات الغاز الروسية بهذه الاتفاقيات على الأقل على المدى القريب. شكرا جزيلا لك ناصر زهير رئيس القسم السياسي في مركز جنيف، حدثنا من برلين.